برنامج آثار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار تحلو بها مجالس السمار. آثار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد، والذي نعرض فيه شيئا من تاريخ هذه الأمة وأثر من آثارها. وما زالت معنا هذه المحطة الكريمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا طرفا من أهلها، قدمنا ذلك بسيرة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثره المبارك على المدينة، ثم أتبعنا ذلك بسيرة المهاجرين الذين وفدوا إلى المدينة وهاجروا إليها. القوم الثالث الذين يعتبرون أهل المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الأنصار، وهذا لقب أطلقهم الله عز وجل عليه بعد نصرتهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم جماعة الأوس والخزرج. والأوس والخزرج بطنان من قبيلة الأزد العربية المشهورة القحطانية، التي خرجت من مأرب من اليمن بعد انهيار السد، وتنقلوا في ثلاثة أماكن. وصلوا إلى الحيرة في العراق وحكموها تبعا لإمبراطورية فارس، وعرفوا بالتاريخ باسم المناذرة. والمناذرة لقب أطلق على من حكم من قبيلة الأزد في أرض الحيرة، ولقبوا بذلك لأن كثيرا منهم يسمى بالمنذر، فلقبوا بالمناذرة. والقوم الآخرون هم الذين رحلوا إلى الشام وسكنوا شمال الجزيرة العربية في تبوك اليوم ومعان، بين الحدود السعودية والأردنية اليوم في شمال المملكة، وهم الذين عرفوا بعد ذلك بالغساسنة، ولكونهم مجاورين للروم فقد كانت تبعيتهم للإمبراطورية الرومانية، ولقبوا بالغساسنة نسبة إلى جدهم غسان. وأما الفرقة الثالثة من الأزد التي هاجرت من مأرب إلى الجزيرة العربية، فهي التي رحلت إلى يثرب وسكنت في يثرب وجاوروا اليهود، لأن وجود اليهود في يثرب قبل وجود قبائل الأزد، واليهود هاجروا من اليمن أيضا، فسكنوا هناك. ثم لما أحسوا بضعف مع اليهود وأحسوا بأن اليهود بدأوا بالتسلط عليهم، استعانوا بأبناء عمومتهم من الغساسنة، فانطلق الغساسنة إلى يثرب واستطاعوا أن ينتصروا لأبناء عمومتهم حتى أكسبوهم ثقلا وقوة في يثرب، وتم ذلك الأمر لهم حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضربوا أروع الأمثلة في حبه، وكانت لهم معه بيعتان، عرفت البيعة الأولى ببيعة العقبة الأولى، وعرفت البيعة الثانية ببيعة العقبة الثانية، وكانت بيعة العقبة الثانية اليوم في منى. من رحل منكم إلى الحج وجاء عند الجمرات، بعد ما تتوجه إلى الجمرات وأنت قد تخلفت وراءك مخيمات منى ووجهك على القبلة على مكة، وأنت الآن في ميدان الرماية، ميدان الرمي، وصلت إلى رمي جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى، بعد الوسطى قبل لا تصل إلى الكبرى، انظر على يمينك، تجد هناك مسجد صغير بعد عمليات التوسعة التي جرت على مجمع ميدان الرمي هذا أثناء عمليات الحفر والتنقيب، وهم يحفرون الأرض سبحان الله خرج لهم هذا المسجد الصغير، وهو مسجد بني يعني في وقت متأخر في الدولة العثمانية، لكن هدم وزيل منذ زمن بعيد. هذا المسجد لما وضع في هذا المكان؟ لأنه يدل على المكان الذي تمت فيه بيعة العقبة الثانية.
ثم لما رحل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آووه ونصروه وأحبوه وفدوه بأنفسهم وأرواحهم. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يستطيع أن يقاتل إلا بمشورتهم، هذا بأمر من الله عز وجل وبالأدب الذي تأدب به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كانوا يعبرون عن تمام حبهم له بأنهم كانوا يتقاتلون ويرمون بأنفسهم بين يديه في أحد وفي بدر وفي المواطن كلها، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقول يوم أحد لما قتل 6 من الأنصار بين يديه يذبون عنه، كلما رمى عدو بسهم أو أراد أن يهجم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صارت الدائرة على المسلمين، قام شاب من شباب الأنصار ووقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدافع عنه، كلما جاء مشرك قاتله فيقتل الأنصاري 1، 2، 3، 4 حتى قتل 6 من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنصفنا أصحابنا، يعني الأنصار. ثم جاء طلحة بن عبيد الله وهو مهاجر رضي الله عنه، فقام يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضربه أحد المشركين بسيف على يده، فقال طلحة حسي يعني مثل كلمة أي، تعور من شدة الضربة، فقال حسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس تنظر، لعظم شأن هذه الكلمة. طبعا تم طلحة بن عبيد الله أشل اليد إلى وفاته رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يعبرون حتى عن حبه بالشعر، هذا حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، في يوم من الأيام ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر هجى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال، وهو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، هجى الرسول، فرد عليه حسان بن ثابت قائلا عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء، أتهجوه ولست له بكف فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، شنو معنى هالبيت؟ تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء، مو مفهوم المعنى، فهم المعنى للصحابة رضوان الله عليهم يوم فتح مكة. حسان يقول لأبي سفيان، يقول له في سنة 2 من الهجرة قبل الفتح ب5 سنين، يقول له يا أبو سفيان راح تشوف اليوم اللي راح نفتح في مكة وندخل حنا والرسول عليه الصلاة والسلام من كذا اسم مكان، وراح تشوفنا يا 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 أبا سفيان إذا دخلنا واستقبلتنا النساء فرحات، نساء مكة فرحات بدخولنا حتى إن أحداهن تأتي بخمارها فتضرب الفرس، تضرب وجه الفرس، وهذا عند العرب في الجاهلية إذا أرادت المرأة أن تكرم الفرس ضربته بخمارها، ضربت وجهه بخمارها مثل الدلع الدللة، فيقول له عدمنا خيلنا إن لم تروها، يقول عسانا ما نشوف الخيل، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع الغبار موعدها كداء، وراح تشوف الوعد جدام في كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. فلما كان فتح مكة بعد 5 سنين وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل من كداء، هذا أمر ما بيت له، هذا أمر ما اتفق عليه، هذا أمر لم يعلمه حتى النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي أخبر حسان؟ هو إلهام الشعر. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة كداء ودخل مكة، قام المسلمون المستضعفون الذين كانوا موجودين في مكة واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فجاءت النساء مسرعات، نساء مكة، وصرن يضربن الأفراس يضربنهن بخمرهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله ما علمه الشعر، ما يحفظ الشعر عليه الصلاة والسلام،
قال ماذا يقول حسان؟ ماذا يقول حسان؟ ذكروني حسان كنا قال المعنى بهالمعنى هذا. والله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. أبو بكر يحفظ الأبيات. فقال عليه الصلاة والسلام صدق حسان. طبعا أبو سفيان بن الحارث بعد ذلك أسلم وأعلن إسلامه وأنشد قصيدة يعلن فيها توبته، فكان يقول لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدي. بل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام عظم حزن أبي سفيان كسائر الصحابة، وبكى على النبي عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا، وهو الشاعر المجيد في شعره، فرثى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب به المسلمون قليل فقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل. واستمر الأنصار رضوان الله عليهم محبين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ضربوا في ذلك أروع المثال. في يوم بدر طبعا الوعد اللي تم في بيعة العقبة الثانية بين النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار إنك يا رسول الله إذا دخلت يثرب لك منا ألا يتعرض لك أحد، هذا الذي يتعرض لك في بلادنا وأنت في جوارنا نقتله شر قتله. لكن الآن لما جاء يوم بدر، قبل يوم بدر جاءت عير لقريش من الشام إلى المدينة إلى مكة، فراح تمر في المدينة على الطريق، فهذه فرصة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقم للصحابة والمهاجرين الذين سلبت أموالهم وديارهم بأن هؤلاء المشركين قد مروا من هنا، لكن ما يستطيع قاتل بدون إذن الأنصار، كيف يقاتل بهم والعهد أنهم ينصروه إذا جاء العدو في المدينة، أما خارج المدينة ما بينه وبينك عهد يا رسول الله. فاجتمع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وذكرهم بعير قريش وأن أبا سفيان قد خرج بها وأنها فيها خير عظيم وأن فيها خيرا عظيما. فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم عمر فأحسن، ثم تكلم المقداد بن عمرو وأحسن، فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. هؤلاء هم أهل المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من المهاجرين والأنصار، وللحديث بقية للوقوف مع المدينة وآثارها ومعالمها. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج آثار وأخبار للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.